شوارع القاهرة بدت شبه خالية بسبب ذروة الارتفاع في درجات الحرارة التي تجاوزت 40 ووصلت في بعض الأماكن إلى 50 درجة لأول مرة في هذا العام، حرارة غير معهودة تشهدها مصر بعد شتاء قارس البرودة هذا العام. التوسع العمراني يعتبر رأسي، حتى التكنولوجيا تكنولوجيا المباني اختلفت، بقت كلها خرسانات وكميات من الحديد. بدأنا نعتمد في الأونة الأخيرة طبعا مع التغيرات المناخية اللي حصلت على أجهزة التكييف بشكل كبير جدا. يضاف لذلك طبعا نسبة الملوثات اللي موجودة في الغلاف الجوي ازدادت نسبتها، وهو ما يطلق عليه مؤخرا ظاهرة الاحتباس الحراري. تحذيرات الأرصاد الجوية بتجنب أشعة الشمس وبشرب السوائل وبارتداء الملابس القطنية التزم بها المواطنون التي اضطرتهم الظروف للخروج في هذا الطقس الحار. أجلت حاجات كتير أساساً، الواحد ما كانش متحمل حتى يعمل أي حاجة في البيت. أقلم نفسي حسب مناخي، لأن هو دلوقتي المناخ بقى هو ده الموجود. معاناة المواطنين في هذا الطقس تتضاعف بسبب عدم وجود مكيفات في الكثير من وسائل المواصلات وأماكن العمل بل وبالمنازل، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تحد من استخدام المكيفات. بما ما فيش تكييف احنا مشغلين مراوح، بس يمكن على خزيات الأسعار هنعمل ايه؟ طيب العالي موتوا بنقدر نشغل بس يعني واحنا نايمين، يعني عند الحاجة الضرورية قوي ما فيش لزوم انه نشغلها واحنا قاعدين، مثلا ممكن نعتمد على الهواء والبلكونة عادي يعني. كما هي عادة المصريين، انتشرت السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من حالة الطقس وإلى الحنين لبرد الشتاء. درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة وقاربت على 50 درجة ونحن ما زلنا في فصل الربيع، فالصيف يبدأ رسميا في 21 من شهر يونيو، وهو ما ينذر بصيف شديد الحرارة ستشهده البلاد تصل ذروته في يوليو وأغسطس. رند أبو العزم، الحدث، القاهرة.